السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاين قضية إيمان، إيمان اللي كتخرج بواحد صريح على عمها وعلى الجار أنهم قاموا بالاغتصاب ديالها، وكنحسوا كلنا في الأول أن مرت باها يعني مسانداها واحد السيدة اللي هي كتحافظ على الوليدات ديال الزوج ديالها. وكبرت القصة ودخلوا فيها بعض الناس، ودخلت فيها واحد الجمعوية السيدة العلوي، وعيات ما تشرح بأن هذيك السيدة مرتبهم راها واحد السيدة كتكذب، واحد السيدة كتحتال على القضاء وعلى الشرطة، وكتزور بعد المعطيات اللي كتعطيهم على هاد البنيات اللي هما جوج، ايمان وزينب اختها الله يرحمها. وما كناش كنتصنتوا ليها كاملين، بمعنى اصح كانت 90% ديال الناس اللي هي غاديه في الصف ديال مرتبط ايمان. علاش؟ لانها كتخرج وكتبكي وكتعاطف وكتشرح وكتعطي المتتبعين القصة ديالها مع ربايبها، أنها واحد السيدة مسؤولة من هاد الدراري، هاد البنيات بجوج، وكنلاحظوا أن الأب ديالهم غير ساكت واحد، كأنه مصدوم، كأنه ما عندوش واحد القدرة، بحيث أنها شرحت لنا أنه ما عندوش، وكان كاري عندها غير واحد الكراج، وكان مجوج واحد السيدة ووقع لها واحد المشكل وحماقات، وبقات كتعطينا شي معطيات اللي حنا تقنا في الكلام ديالها، لكن كانت كتراودنا واحد الشكوك ديال تكرار بعض الحويج اللي كتكررهم وكيتعاودوا، وفي المخيلات ديالنا حنا كناس اللي كيتصنتوا لهاد القصة هادي، ممكن لكش تعيش واحد القصة ديال واحد البنية صغيرة وفي نفس الوقت كتعيش في نفس القصة مع البنية اللي كبر منها، مثلا بحال الحادث اللي صار نفس الطريقة، ولكن كانت عندها هي واحد كيف نقولوا حنا عندها واحد طريقة كيفاش كانت توصل لنا داك الكلام، بحيث حنا كنسمعوا ولكن كنتخطاو هذيك المقارنة، كنتخطاو هذيك المقارنة بين هذوك جوج بنيات. وكانت هاد السيدة كتقول بالله هي راها كانت مجوجة وعندها الراجل ديالها وكاين في الرباط وتحولات المنطقة اخرى اللي تعرفت بها على هاد السيد اللي ما كان بينها وبين والو، ومن بعد تطورت العلاقة. والغريب في الامر ان بعد ما كانت كتخرج هذيك الجمعوية وكانوا تخرجوا بعض الناس اللي كانوا تبنوا هاد الملف هذا، كيخرجوا تيقولوا بان راه السيده ان السيده عندها واحد الغايه من هاد البنات، كتنتقم منهم لانها يمكن مريضه بحال بعض المرضى ديال الازواج الاباء اللي كياخذوا الراجل وكيكفروا في هذوك البنيات. لكن سؤال مطروح، علاش هاد السيده هادي تبنات هاد البنات وكتصرف عليهم هاد المصاريف كلها وكتدخل معاهم هاد المتاهات، والاب غير جالس وساكت، والام ماشي مريضه عقليا، لكن هاد البنت هاد الام اللي هي البيولوجيه مريضه بخطا طبي اللي صار لها في الولاده ديالها، واتهمت حتى العم ديال ايمان. حنا غنبقاو نقولوا غير ايمان لان زينب ماتت والملف ديال الموت ديالها تسد، والناس اللي كطالب هاد الملف يتحل لانه جزء من اللغز الاساسي اللي موجود في هاد القصة ديال هاد البنات. نرجعو نقولو علاش هاد المرأة هادي دخلت لهاد العائلة وكحزت الزوج وشدت هي هاد القصة ديال هاد البنات، بحيث ان عندها بنتها، علاش كتدخل فيهم؟ علاش شاداهم؟ علاش كتديهم للطبيب؟ علاش كتصرف عليهم؟ شنو المشكل
اللي الاب ساكت، واش هاد الاب ماسكه عليه هاد السيده شي حاجه؟ واكيد غتكون ماسكه عليه شي حاجه، لان هاد السكوت وهاد البلاده اللي فيه وهاد الراس اللي محني قدامها كيبين ان هاد السيده شخصيتها قويه، وعندها ماشي غير الشخصيه، عندها ادله شدها في يديها اللي كتهدد بها هاد السيد اللي ما كيقدرش يهضر، وعندها واحد السيطره على هاد البنت اللي هي ايمان اللي كتخليها تتكلم بواحد الجراه، وكتوقف حداها وكتسب في الجده ديالها اللي هي مت باها، وكتسب في الجده ديال مت امها، وكتقول ان امها حمقه وما كتعقلش عليها، وشنو السبب اللي ما خلاش البنات يمشيو يسكنوا مع امهم اللي هي عند جدهم. احنا اللي كنعرفوا ان الحضانه كتكون عند ام الزوجه مبدئيا، تتكون عند ام الزوجه، وبعد الا ما بغاتش الام الزوجه او عندها مشكل كتمشي عند الام ديال الاب. لكن هنا هاد السيده جات هي اللي كتاخد الحضانه، وهي اللي كتصرف، وهي اللي كتسيطر، وهي اللي خالعه الناس، هي اللي مخوفه الناس، هي اللي سيطرت على السلطات اللي خلات الامور كلها تقلبت لجهتها هي. وماشي غير هادشي، كتخرج عينيها في الناس وكتهددهم، كل واحد كتهددو، والناس اللي كانت عندهم الشجاعه خرجوا وقالوا بان رحنا كاينين تحت تهديد. شنو هي القصه الغامضه اللي كاينه داخل ديال هاد الاسره هادي، اللي الاب ديالها بدل ما يكون راجل ويحضن على بنياته وما يطلقش هذيك المرة اللي ضحات معاها 12 سنة وعندها خطأ طبي، بالعكس كان يجمع بنياته، أسهل لي أنه عنده أسرة ويحضن وليد بنياته ويجلس مع هاد المرة هذه ويحضنها ويحسن بها، لأن أعطاته من الحياة ديالها 12 سنة مشي سهلة، مشي يمشي يطلقها على 6 أيام يمشي يخطب واحدة أخرى، وهو تيقول انا ما بيني وبينها والو، هي كتقول انا ما بيني وبينه والو. لكن مده 6 ايام راه ما كيتخلقش واحد الحب، وكيخرج الانسان من طلاق ويدخل للزواج وكيتسمى انه حب، مع العلم ان احنا ملي كنتفرجوا فيهم وكنشوفوهم في عبر المنابر الاعلاميه والاستجوابات معهم والتحقيقات اللي كدوز ما بينهم وما بين الصحفيين، ان راه كاين واحد الفرق شاسع، واحد المسافة ديال الفرق شاسع ما بينه وبين المرأة، يعني ما كاينش داك الدفء اللي غادي تخيلوا ولا غادي تحسوا ما بيناتهم، كاين واحد الخوف، كاين واحد الرعب، كاين واحد علامة استفهام كبيرة، وهذيك علامة استفهام كبيرة باينة بزاف. شنو اللي عند هاد السيدة من قوة ومن سر اللي دايرها الضجة كاملة؟ مفروض الى هاد البنات وقع لهم شي مشكل كحادث سير او مثلا كاغتصاب، راه كيحضروا في الصف الاول الاب والام، وحنا نقولوا الام مريضة، كتجي الام ديالها وكتجي الام ديال الاب ديالها، كيجيو العمام، كيجيو الخوال، حنا هنا ما كنشوفو حتى شي واحد، كنشوفو هاد السيدة اللي هي برانية مليون في المية وما عندهاش الحق تتدخل، لان الا تدخلت غادي تحط عليها المسؤوليه. كيفاش هاد السيده اللي قبلت المسؤوليه ديال هاد البنات، مع العلم ان هاد المسؤوليات ثقيله، ولكن كتحارب فيها وكتدخل فيها وكتبين انها هي قادره ماديا ومعنويا على هاد البنيات هادو، مع العلم ان هاد المسؤوليه خلاتها ضيعت من تحت يديها البنيه الصغيره، هاد البنية الصغيرة اللي ضاعت من تحت يديها مشات ضحية وقالت ان انا اخديتها من المستشفى، نعست معاها في الكلينيك وديتها للدار وجلست معايا وشميت فيها الريحة. كيفاش انتي ما رجعتيش بعد ما كتوثقي كل خطوة بينك وبين راجلك على هاد البنيات الا طرات لهم شي حاجة، يعني دايرة احتياط لنفسك، كيفاش اللي ما رجعتيش وثقتي بالشكاية على الكلينيك وانتي دافعة فيه مبلغ وقدره؟
راه حتى شي واحد ما يقدر يدير حسنة او من غير حسنة تكون حتى ولي بنيته، وشوف كيعطي واحد المبلغ وقدره كيحطو في واحد الكلينيك، وحنا كلنا مغاربة كنعرفو الا حطينا شي حاجة وخرجت لنا النتيجة خطأ راه كنتابعو عليها، ولو بيننا وبين المكان اللي مشينا ليه، مثلا خياط، كلينيك، مدرسة، اي حاجة، اي حاجة كندفعو فيها واحد القدر ديال الفلوس الا وحنا كنتابعوها. ما بالك ان شميتي ريحة الوسخ وريحة الخنز وطليتي وبالك الدود وعرفتيها الندود ومشيتي ديتيها للمستشفى وماتت هاد البنت، وما تابعتيش الكلينيك اللي كنتي فيه، علاش ما رديتيهاش للكلينيك؟ علاش ما قلتيش ليهم هذه مسؤوليتكم؟ لان اي واحد بلاستك خصو يرجع البنت فين كانت، لان هذا خطأ من عندهم ويصلحوا هما هذاك الخطأ. وشنو اللي كانت البنت مضروبه غير في يديها حتى صدقت هذه ضربة الراس؟ هذه ضربة الراس، وعلاش تقولي لي خليها عندي انا تبات معايا وانت بنتك عطيتيها لخوك تجلس عنده او اختك؟ المهم شديتي مسؤوليه بنتك اللي هي واجبه عليك وطلعتيها منك وجبتي البنت، علاش حضنتي على هاد البنت في هاد المده اللي هي مريضه؟ علاش ما قلتيش لي هزها ديها لامها او ديها لامك او ديها لمات امها؟ علاش بقات عندك وبقيتي مسيطر عليها حتى صار اللي صار عندها وخرجتيها جثة هامدة؟ وطبعا تسكر الملف على أساس أنه حادث سير وأن المشكلة صارت في المستشفى اللي هي كلينيك، ودفعتي واحد القدر ديال الفلوس، وطبعا مني غادي تمشي عندهم غادي يقول لك راه السيدة ماتت، ومنين ماتت البنيتة الصغيرة غادي يعطوك تصريح بالدفن وغادي تدفنيها. لكن هنا حتى الدفن ما كانش عليك باش تدفنيها، غادي تقولي بلي راها مرت باها وباها هو اللي صرح، لكن لا ما تكونيش في المقدمه وما عندك حتى درت مسؤوليه انك انتي تكوني معاها، حتى باش تمشي مع باها ما عندكش انك تقدمي وتهضري. شنو هو السر في السكوت ديال الاب؟ وشنو هو السر تلقين البنت اللي تغتصبات مع البنت الصغيرة ومشى الاغتصاب ديالها؟ قلنا احنا غادي نهضروا غير على ايمان. اشنا هو السر اللي تغتصبات البنت وتسكت على هذا الاغتصاب حتى دخلت القضية ديال الجزر وصارت مشكلة اننا احنا بغينا نلفق التهمة للعم والجار؟ هاد المشكلة كبيرة وكبيرة جدا، والضحية فيها هما البنيات والأم اللي مريضة والجاني والجلاد، نقولوا احنا الجلاد هو الأب تحت تسيير الزوجة دياله، هاد الزوجة اللي ما كتخافش الله. احنا ما غنقولوش دارت، ولكن احنا يا كنحطوا علامات استفهام كلها عندها، كل علامات استفهام، لأن هي بغت تخبي شي حويج وكأن عندها شي سر وشادة شي حاجة في دا، لكن ما قادراش تخلي الأب هو اللي يغطي، بدك الاندفاع ديالها هي اللي متقدمة لقدام باش تغطي على داك الشي، لأن هي عارفة كيفاش تغطيه. لكن الله سبحانه وتعالى ما كيخليش الحاجة تمشي بلا ما تكون الحقيقة تبان، أن الله حق وغيبية الحق، آجلا أم عاجلا غادي يبان هذا الحق. والسبب أنهم دخلوهم بجوجهم للشرطة والتحقيق، أكيد أن كاين شي حاجة، شي نقطة توصلوا لها في البحث، هذاك علاش تعتقلوا تحت التحقيق. وكيف ما الناس كلها كتقول المتهم بريء إلى أن تثبت إهانته. وحنا كناس اللي كنهضروا على هذا الموضوع هذا بغينا نحللوا هذا الموضوع ونشوفوا القوة ديال الناس اللي ما كيخافوش الله،
اللي كيبغيو يتبناو شي حاجة ويغطيو عليها وبحجة أنهم ناس مزيانين وناس طيبين وكيديروا الخير ولو أنهم يدفعوا عليه الفلوس، ما عندهمش مشكل ولو يدفعوا يتصرفوا عليه وإنما يقولوا الناس أنهم دايرين الخير. لكن هذا الخير ديال هاد السيدة خرج فيه تهديدات ديال الناس، شهادات الناس، حتى الحادث كيقولوا أن هي كتقول أن غير قاسة السيارة للأولى ولا الثانية. لكن السيد اللي تيقول لا انا حسيت ان البنت تلاحت عليا، والسيد تيقول لا انا السياره ضربت البنت غير من الجنب، وهاد القضيه ديال تكسرت غير خصها تهرست في دا غير خصها تدخل المصحه، باش منين تدخل المصحه تترتب الامور الاخرى. هاد السيده خصها تخاف الله، واذا كانت عندها وليدات تحس ان هي في بلاصه ديك الام اللي تتناشد الناس انها تشوف بنيتها وانها توحشتهم وان عندها حق، حتى ديك البنيه الا ماتت موت الله او لا قسم لها الله هذاك القدر وماتت، ان عندها حق تشوفها وتسامح معها وتبوسها لان بنتها. ولو تكون حمقه كان عليهم يجيبوها ويخليوها تسامح مع بنتها، ولو يكون عندها خطأ طبي يخصو، لان هذا العمل اللي داروه هذا عمل الكره. الانسان ولو يكون عدوك اللي كتجي الموت كيخليو الناس بعضياتهم يتعازوا بعضياتهم يتسامحوا بعضياتهم. لكن هاد السيدة تبنت هاد القضية بكل اطرافها، خداتها من كل جوانب، الحقد، حرق القلب الام على بنيه على بنتها، التستر على اغتصاب، السيطرة على الزوج، تغلبت على البنت ودابا خص البنت ماشي غير تجلس في الاصلاحيه، لا، هاد البنت خصها تعرض على اطباء نفسيين واحد وجوج وثلاثه، وكل واحد وشنو مختص بالطريقه اللي ممكن يخليوها تتكلم. هاد البنت بكثره اللي هي كيقريوها هربات واحد النهار، سرقات واحد النهار، عادي شيء طبيعي، لان جالسه في واحد البيت كتشوف فيه غير الظلم وكتشوف فيه غير الحقد وكتشوف فيه غير المصائب. يعني ماشي بعيد عليها هي انها تدير اي حاجه، ولكن كتعتبر نفسها انها هي مسيره من واحد الناس، ولا دارت شي حاجه عادي انهم يتستروا عليهم يقولوا لها والو وترجع عندهم، دير وترجع عندهم، وتكذب وتقول شنو قالوا لها وتزيد من راسها. لان في التصريحات ديالها كنشوفوها انها كتكلم وهي واثقه من نفسها، وكتكلم وكترجع كتعيد الكلام وكتقول داك الكلام اللي تحفظ ليها، وهما كيعطيوها واحد الفرصه انها تتكلم في داك الشيء اللي عرفت واللي ما عرفتش. اللي ما عرفتش اللي هي استنتجاته من راسها من الكلام اللي تحفظاتي، واللي عرفت من داك الشيء اللي تحفظ ليها. يعني هاد البنت هما كونوها باش يخليوها تكون ضد العائله. اشنو بينك السيده اللي دخلتي لهاد العائله ودخلتي للزوجه ودخلتي للام ودخلتي للعم ودخلتي للجيران ودخلتي للناس اللي جاو عاونوك في الدار، هادشي درتيه باش تغطي بيه شي حاجه ربما انت حسيتي ان هاد الناس خصهم يحيدوا عليك لان غيفضحوك، لكن غير انت اللي هبشتي، قالك هبش لقحنش، انت هبشتي في شي حويج اللي سبحان الله قادوك انك انت تتحققي فيهم. كنتمناو تكوني بريئه، ولكن الا كنتي ظالمه علاش لا ما تشديش. وهاد الناس اللي كيساندوك وتيقولوا ان حرام، وكتيقولوا ان هاد السيده ما تقدرش دير هاد الشيء لان هاد السيده طيبه ومرت الاب ومراه وخصنا ندافعوا عليها ولازم يكون عندها حقوق ديال مرت الاب. كاينين عيالات الاب اللي كيربيو ربايبهم وكيربيوهم بحالهم بحال وليداتهم، وما ما كي يتمناوش لهم ولا كيديروا لهم الخير، بالعكس كيكبروهم وتيوصلوهم. كنعرف ناس انا وصلوهم وكبروهم ووصلوا هذوك الولاد ولا رجال وتزوجوا وصلوا مرات باهم الحج وداروا لها البيت وصلحوه لها. والعداد العداد يعني كاينه واحد النسبه، لكن كاينه نسبه اللي ما يمكن لكش تسمع
اقل من اللي قلنا ليه، بالعكس كتسمع اكثر انهم كيتعداو على ولاد رجالاتهم، وكاين حتى الرجال اللي كيتعداو على بنيات عائلتهم وبنيات عيالاتهم، وكيدير واحد الفرز وكيخرج واحد الحقد قدر ما كيحبوا هذاك الشخص قدر ما كيكرهوا داك الشخص اللي كيجي من عنده. هذا علاش حنا قلنا هاد القضيه هادي خصها توصل للحقيقه ديالها، باش ما يكونش القاتل كيمشي وكيخطط وكيصمم وكيفتخر وكيخلع الناس وتيقول لهم ما تكلموش، وكيوزع على الناس يخوفوا اصحابهم، يخوفوا الناس اللي كيهضروا في هذه القضيه. هذه القضيه تعرضت وخرجت وخاص اي واحد يهضر فيها، واللي تعارض فيها وكيخلع عباد الله الناس ما كتخافش، بالعكس الناس كتحلل وما كتتهمش، والناس كتقول اشنو صاير وشنو طاري، وتنتكلموا على القضيه ديالهم انها غادي تعرض امام القاضي وغادي يفصل، يا اما غادي يزيد التحقيق يا اما غادي يفصل بالحقيقه اللي كنتمنوا كلنا انها تخرج، وكنتمنوا الشفاء العاجل للام ديال هاد البنيات، والله يرحم زينب والله يفتح الملف ديالها في الخير ويبان الحق ديالها باش الروح ديالها ترتاح عند صدر ربي، مع العلم ان احنا كلنا عارفين ان الله سبحانه وتعالى عارف الظالم والمظلوم وعارف القاتل والمقتول وعارف البريء والظالم. وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى ان ايمان تحكي شنو عندها وما تخافش، وان فيد امينه، وربما الا كانوا هما الاب ديالها ومرتو عندهم يد وتشدوا هاد الناس، اكيد مليون في المئة ان ايمان غادي تطلع وغادي تقول شي حويج اللي ممكن سمعتهم واللي شافتهم وعاشتهم واللي خافت منهم. وتنتمنوا من العداله ان شاء الله تنصف هاد البنيات، لان حقهم ما غاديش اكيد ما غاديش يمشي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.